يا شباب الله وكيلكن انا لهرجين ابقى ما فهمين. ايه صرنا بيجي قاعدين اسبوعان يعني هفطر قاعدين بالبيت شو صار شو صار يعني شو صار؟ لا سقلدم لا المره ما تحكي فضلي لا في مرض بر 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 هودي كلها الحكايات ليك انا الله وكيلكن ليك انا عينه محلاها مثلا اللي هي باتشطي انا بدي مرق لشو بدي مرق؟ حياة مشتركتر مشتركتر ايه خل بعدها بيجيب يقول لك والله المرة كثير ما تحكي وقعد قمش معها وقفية مرة تغويش وقفية مرة تطويش هودي كلها الحكايات عينه هي مصير مثلا على مصير اكل الله وكيلكن وقت مصير اكل انا شو مصير؟ ها؟ شو مصير انا شو مصير بتعرفوا؟ انا بالسنة بروح امسح المصايات ومحط الشاطون والصحون وكل شيء يا روحي قلبها يا روحي محلاها في لا تم بلا في لا تم بلالسين الله وكيلك في لا تم بلالسين خذ قدر ربك اخذ قدر ربك ايوه بعد ما يطلعوا هرجه والله يا اخي شو احسن من طلعي يا اخي ما بعرف شو شو الحل شو عيب عليك العيب استحوا استحوا يا هرجه استحوا استحوا ايه ان شاء الله الله فهمون لها النسوان شوي هامون حشتي بقر منحرم الدنيا نحن جات كتاب منحرم نكتي همش تربية الصز نحن يا شباب يا نعم.